السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، الحلقة الثانية مع رحلة الشرك، وما أحوجنا إخوتي الكرام أن نتعرف على الله وأن نبتعد تماما عن الشرك، فالشرك هو السبب الرئيسي للخلود في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تكلمنا في الحلقة الأولى عن زمن نوح عليه السلام في الشرك، وذكرنا أن الشرك كانت بدايته الأناس صالحين ماتوا، وزين لهم الشيطان أن يصنعوا لهم صورا، يعني تماثيل على صورتهم حتى لا ينساهم الناس، زعم الشيطان ذلك، ولكنهم أطاعوا الشيطان. ونحن نعلم في يوم القيامة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فنوح عليه السلام ظل يدعو هؤلاء 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يمل. في مثل دلوقتي يقول لك انصح صاحبك من الصبح للظهر وبعد كده ايش ظله، وهذا خاطئ. لكن نوح عليه السلام ظل يدعو سنة تلو الثانية الثالثة 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يعني الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بصنع السفينة، وبالفعل صنع السفينة ونجا في السفينة من اعتزل الشرك. حتى الذي أشرك بالله وهو ابن نوح عليه السلام، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هؤلاء ظلوا فترة طويلة وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. وانتقل الشرك من زمن نوح عليه السلام حتى زمن إبراهيم، والآيات واضحات في سورة الأنعام. وإبراهيم إذ قال لأبيه آزر، الآيات معروفة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لكن قوم إبراهيم ظلوا على عبادة الأصنام وعبادة الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تركهم وترك هؤلاء الذين كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. ثم انتقل الشرك إلى بني إسرائيل، فعبد أولهم العجل الذي حرمه موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام، وعبد آخرهم عزيرا وجعلوه ولدا لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم عبد النصارى المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم انتقل الشرك سريعا إلى العرب، وانتقل إلى أرض الجزيرة العربية على يد عمرو بن عامر الخزاعي، قبحه الله. عمرو بن عامر الخزاعي قبحه الله، والدليل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول
من سيب السوائب، وفي لفظ للإمام أحمد بن حنبل وغير دين إبراهيم. نسأل الله العافية، وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرك. ثم بدأت الأصنام تكثر وتنتشر في أرض الجزيرة العربية حول الكعبة في بيت الله الحرام، حتى ثبت في الحلية وسير أعلام النبلاء بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا أحسن منه ألقينا الأول وأخذنا الثاني من دون الله وعبدناه. ثم يقول أبو رجاء رضي الله عنه: فإذ لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب، ثم جئنا بغنمة فحلبناها على الحجر والتراب، ثم طفنا به من دون الله سبحانه وتعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن المشركين في مكة كانوا يرفضون تماما دعوة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشعلوا الحروب الكبيرة على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنه يدعوهم إلى الله. وقال الذين كفروا، هؤلاء المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يغاد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فظلت الأصنام تملأ بيت الله الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو الله سبحانه وتعالى دعوة خالصة، وهو يعلم أنه سيبتلى وسيمتحن وسيطرد من بلده الذي ولد فيه، لكنه صبر واحتسب، لأن هؤلاء كانوا يقولون: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص، وإن شاء الله عز وجل في الحلقة الثالثة هنتكلم عن أقسام الشرك. دي رحلة وملخص مختصر جدا جدا كيف وصل الشرك إلى الجزيرة العربية، وكيف اجتمع 360 صنم حول الكعبة، وهنشوف الفوائد في الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذه الأصنام وما حطم الأصنام إلا بعدما تمكن بالصحب الكرام. نسأل الله أن يرزقنا التعلم الحقيقي للتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. السلام عليكم ورحمة الله.